اهلين كيفك؟ معلم دايق معي انت خليك هون. رقوده حبيبي كيفك؟ شو جاي عند رفروف؟ اي والله دايق خلقه صار له 3 ايام ما طلع من البيت. قلت لحالي بيجي باخذ رفيف ونطلع نتعشى بشي محل. شو بك؟ في شي؟ لا ولا شي، بس مازن فوق وخرب بيتك مع احلاك وغلاصته زايده هالكم يوم زياده. مو مشكله تعودت عليه. ايه مثل ما بدك. رقودة حبيبي بدك تطلع تشوفه لمازن؟ ها شفت شلون ما بده؟ أنا عندي حل بريحك من شوفة وشه لمازن. بس أنا مو كتير عندي مشكلة بشوفة مازن، أنت ليش هيك عم تفكر؟ لأنه غليظ غليظ غليظ. طيب يا سيدي شو اقتراحك؟ هلا أنت مو المهم تاخدي رقودة مشوار وتشممي الهواء؟ بلا أنا عندي اقتراح، بروح أنا وياكي على شي محل طبعاً ورائد، ونتصل برورو تلحقنا، أصلاً رورو ما لها فاضي، قلعتني من المكتب تقليع. بعدين بدك تشوفي مازن وغلاصته، وصدقيني صدقيني انا دايق خلي اكثر منه لرائد. شو ماشي.